احنا عايزين نتكلم على تبعيات الازمه واخر الجديد واخر الاخبار فيما يتعلق بكورونا. اخر خبر يعتبر هو مد تاجيل الدوري الانجليزي، ده خبر من ساعتين تقريبا او اقل كمان، حتى يوم 30 ابريل بسبب فيروس كورونا. احنا عارفين ان تم ايقاف الدوري الانجليزي لمده اسبوعين لغايه يوم 3 ابريل، ده كان الايقاف الاول، لكن تم مد الايقاف لحد يوم 30 ابريل، ده بعد الاجتماع اللي كان النهارده لرابطه الانديه المحترفه في انجلترا، واللي اتكلموا على الوقت المناسب اللي ممكن ترجع فيه الكوره او النشاط الرياضي هناك بشكل عام، بتحديد كره القدم مختلف الدرجات. فقالوا احنا لغايه دلوقتي مفيش اي مستجدات ايجابيه تخلينا ان احنا نرجع النشاط، فبالتالي مبدئيا هنأجل او هنمد الفتره لغايه 30 ابريل لحد ما نشوف اخر المستجدات، في انتظار اي جديد او اي ضوء اخضر من منظمات الصحه العالميه. يعني في نفس الوقت هم بيشتغلوا على ايجاد بعض المقترحات او بعض الحلول اللي من خلالها يقدروا ينهوا الموسم في انجلترا خلال الفتره اللي جايه بعد الانتهاء من هذه او هذا الكابوس في الحقيقه اللي بيمر بيه كل دول العالم او معظمها. يعني دي من ضمن الاخبار فيما يتعلق بالدوري الانجليزي. يعني من الاخبار الجيده والايجابيه في الحقيقه واللي تبشر وهو فيما يتعلق بارتيتا المدير الفني لارسنال، من 5 أيام الراجل اعلن ان هو عنده كورونا، النهارده بيعلن ان هو تم شفائه تماما من هذا الفيروس من خلال طبعا العلاج وبعض الامور الطبيه. مفيش علاج رسمي لكورونا، لكن اكيد في بعض الامور الطبيه اللي ممكن تحميك من هذا الفيروس، واحنا شفنا عدد كبير جدا من الافراد بيتم شفائهم بعد التعرض لهذا المرض. يعني فده طبقا لشبكه كمان سكاي سبورتس، وهو كمان اعتقد اعلن من خلال صفحاته على السوشيال ميديا. يعني بالنسبه لارتيتا مدرب ارسنال مدير الفريق. كمان اتحاد امريكا الجنوبيه لكره القدم اعلن بشكل رسمي تاجيل مباريات مسابقتي كوبا ليبرتادوريس وسودا امريكانا حتى شهر مايو، يعني البطولتين الخاصه بالفرق زي مثلا بطوله دوري ابطال افريقيا والكونفدراليه يعني هناك في امريكا الجنوبيه. خلاص كان المفروض في جولات خلال الاسبوع الحالي، تم تاجيل كل الجولات لشهر مايو المقبل، ده بسبب ايضا كورونا. كمان الاتحاد الدولي لكره القدم فيفا نقل مراسم سحب قرعه بطوله اولمبياد طوكيو 2020 من طوكيو الى مدينه زيورخ السويسريه ايضا بسبب نفس الجزئيه، ده امر مؤكد. بدا فريق كره القدم في بايرن ميونخ كمان تدريباته النهارده من خلال الانترنت، عملوا ايه الناس بقياده هانسي فليك المدير الفني لبايرن ميونخ، من خلال التابلت كده كل واحد وهو في بيته، اللعيبه بيتواصلوا من خلال الفيديو عبر الانترنت والتدريبات كده، مدير فني يعمل تدريبات هم يعملوا زيها، فحافظوا بقدر المستطاع طبعا على لياقتهم البدنيه، وده من خلال اول يوم النهارده للعوده للتدريبات، وهي تدريبات من المنزل برضه. يعني كمان صحيفة موندو ديبورتيفو الأسبانية قالت إن فترة إقامة البرازيلي رونالدينيو أسطورة برشلونة في السجن هتطول بسبب انتشار فيروس كورونا في العالم. احنا عارفين ان هو في سجن اوروجواي رونالدينيو بسبب تزوير جواز سفر، للاسف خبر مؤسف جدا لما تيجي تتكلم على لعيب اسطوري من اساطير كرة القدم رونالدينو طبعا البرازيلي. فاحنا عارفين القصة دي، تم القبض عليه من حوالي اكتر من 10 ايام تقريبا، ومسجون دلوقتي في اوروجواي، وكده كده صعب الدنيا تتحل خلال الفترة الحالية ان هو يخرج من السجن كمان بسبب اضافي وهو فيروس كورونا. الشرطة الصربية بتتكلم على لوكا يوفيتش مهاجم ريال مدريد، واللي يعني ما التزمش بالحجر الصحي، وقالوا ان ده ممكن يعرضه لعقوبة قاسية من إدارة النادي الملكي، والشرطة الصربية في الحقيقة أدانته. الراجل هو المفروض متواجد في إسبانيا وعنده حجر صحي، يعني ما يخرجش بره البيت لمدة 15 يوم، يفضل قاعد كده عشان يتجنب التعرض لفيروس كورونا. الراجل بيحب صاحبته جدا او صديقته يعني بيحبها جدا، فعندها عيد ميلادها تقريبا فسافر لها صربيا وعمل عيد ميلادها، فده ممكن يعرضه يعني لعقوبه من خلال النادي الملكي. تصرف برضه المفروض هو يكون قدوه للناس، يعني بما انه لعيب مشهور ومعروف لازم يلتزم بالتعليمات. مؤسسات كره القدم تمهد الطريق لتخفيض رواتب لاعبي الدوري الايطالي، وده بسبب طبعا الاضرار الاقتصاديه الكبيره المتوقعه على الدوري الايطالي تحديدا. الدوري طبعا موقوف ايضا من ضمن الدوريات الموقوفه، ايطاليا للاسف من تعتبر من المناطق او من الدول الموبوءه، فهيحاولوا يعالجوا القصه دي من خلال تخفيض عقود اللاعبين. في عقود كبيره للاعبين كبار في الدوري الايطالي في مختلف الانديه، يوفي، انتر، ميلان،
ناس كتير او فرق كتير، هيخفضوا العقود دي من ضمن الحلول لمواجهه الازمه الاقتصاديه اللي اكيد هيتعرض ليها الدوري الايطالي، ومش هو لوحده، كل الدوريات في العالم. ده فيما يتعلق باخر مستجدات كورونا، لكن فيما يتعلق بالنادي الاهلي ولكن